وصفة اليوم بسبوسة تشبه كتير الهريسة، رح نعملها بدون طحين. وإذا بدك تستبعدي البيض استبعديه وحطي عواده مقدار حليب. رطبة جدا جدا. لتحضير القطر 3 أكواب سكر بنفس الكوب، كوبين مي سخنة لنسرع من ذوبان السكر. رح نحط القطر على النار، داب السكر وغلى دقيقتين. هلأ منحط معلقة عصير ليمون أو رشة ملح الليمون، لا تكتروا مشان ما يحمض معكم القطر. منخفف النار ومنحط عصير ليمون معلقة. بعد وضع عصير الليمون منتركه يغلي 4 دقايق وبنعمل هالاختبار. جاهز القطر، رح نرفعه ونتركه يبرد يصير بحرارة المطبخ. وبهالصحن الكبير رح نحط البسبوسة 3 بيضات، فانيليا معلقة. رح نقيس كل المكونات بهالكوب: كوب حليب، كوب لبن. بيعطي طراوة وطعمة فعلا ولا أطيب. بديل اللبن والحليب قشطة جيمر، قشطة بوك، بتخففيها بمي ليصير عندك كوبين قشطة بتحطيها. تغني الطعم. نحن قناتنا قناة تعليمية وموقعنا موقع تعليمي، المفروض أعطيكي البدائل. كوب سكر عادي، زيت كوب. لنعطي للبسبوسة طعم أطيب منرفع من مقدار الزيت معلقة أو معلقتين، منحط بدالهم سمنة، تكون سمنة طيبة. المهم المقدار الكلي كوب، بدي أسميه دسم. بنفس الكوب كوب جوز الهند، وبنفس الكوب كوبين سميد. هذا الكوب الثاني. معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم بيهري السميدة، هيك بس براس المعلقة. بسرع من الاستواء وبتعطي لون ذهبي جميل. رشة ملح لتعديل الطعم. وبهدوء وبدون بذل أي جهد منخلط لتتجانس مكونات النواشف. خلصت البسبوسة. أي صينية متوفرة عندك منجيب إما سمنة أو زبدة أو زيت أو طحينة، ندهن الصينية بشكل جيد ومنصب الخليط ومنحمل فرن مسبقاً حرارة 180، الرف الوسط، النار من تحت، نضربها ضربتين لنفرغ الهواء اللي دخل أثناء صب الهريسة. الفستق ببلل إيدي ماء، بمسح إيدي ماء وبفرك الفستق بيظهر بهاللون. ممكن تحطي لوزة، ممكن تحطي فستقة، أنا عم بعطيكي أفكار. خبزتها أخذت 35 دقيقة، سقيت القطر بحرارة المطبخ وهي سخنة نار. ممكن زينيها بجوز الهند، أنا عم بعطيكي أفكار. رح أقلب لك ياها وأفرجيكي إنه بلا ولا شي رح تكون الأجمل وببساطة جود بالموجود. رح نرفع الصينية وراح نشوف هاللون ما أجمله. عندي فستق مطحون معلقة زينت فيها، ممكن تحطوا جوز الهند وممكن ما تحطوا شي. اعملي زوم لعدسة الكاميرا وشوفي روعة قلبة، رطب بدوب بتم دوبان، بشبه طعم الهريسة بشكل رهيب. البعض رح يقلي خالي ما عندي بيض، شو هو البديل؟ حبيبة قلبي حطي البديل مقدار ماء بحجم مقدار 3 بيضات وقولي يا رب. قناتي قناة تعليمية، من واجبي أسهل الأمور وأعطيكي الأفضل لتنجح معك الوصفة وتاخدي نجاح 1000000%. اقتصادية، ممكن البديل إذا ما عندك
لبن غير معلقتين، خففيهم بمي وحطيهم. وجود بالموجود، وما تنسي اللايك والمشاركة على أكبر نطاق لتدعمي خالي دلال بفيديوهاتها المفيدة. تحياتي، بحبكن كتير. جربوها، اقتصادية وطيبة وبتدوب التم دوبان. وبعد يومين عملت نفس المقادير، ولكن استبعدت البيض واكتفيت بكوب لبن وكوب حليب، وزينتها بفستق على مبدأ هريسة الباشا، وطالعتها وقسمتها وسقيتها القطر نار. يعني بعد ما خبستها طالعتها قسمتها والقطر عم يغلي، حطيت له سمن عربي لأغنيه بالطعم على مبدأ الهريسة، ولكن هالهريسة سريعة جدا بدون راحة لأول مرة على النت. حضريها مثل ما حضرتها، تاخدي هريسة سريعة وممكن تستبعدي الفستق. ونصيحة، اسقيها القطر كله لأنه بتطلع ناشفة. للأمانة كلي قطعة وحدة أحسن ما تاكلي هريسة فاشلة، مقدار القطر ما تلعبي فيه أبداً. جربوا وما بتندبوا.